سعادتك ما طبيعية لك عمي، ما شفت شي دكتور؟ سعادتي ما بدها دكتور. لكن شو بدها؟ بدها رجعة سريعة عالشام. سأليني، سأليني ليش عم تشعل؟ ليش؟ إنه صدري عتبان علي، زعلان مني، حرمته هوا الشام اللي بحبه ومعود عليه وجبته على غير هوا. عمي مواضيع الإنشاء تبعك هي مو علينا، هاد الهوا اللي عم تحكي عنه خلص راحت أيام، الهوا اللي تركته بالشام هلأ كله دخان قنابل وريحة بارود. مساء الخير. جيت بوقتك ولك يا راجل، تعذب مرتك، شو قصته للكناية؟ ما بتلحق تحكي معهم كلمتين إلا بقلبوها سياسة. عمو اللي هلأ تتعشى برا ولا جوا؟ عمو لك شو هي عمو، بزعل منك تاني مرة إذا بتقلي لي عمو، بزمالك شو كنت تنادي لي؟ يابي هيك ها؟ تسلم لي هاليابي، يلا لا غير ثيابي وبتعشى مطرح ما بدكم. اسمحني من نام أنا ومريم بصغر، أنت وعمو أبو سامي بقوت النوم، هاد اللي لازم يصير كيف ما بعرف. شو؟ مثل ما بدكم، المهم ما نكسر بخاطره. طيب ماشي هلا نشوف كيف نرتبها.